لكن خليني قبل ما ابدا اولى فقرات صباح الخير يا مصر، زي ما تعودنا بنطلع حضراتكم على اخر تحديثات ارقام الاصابات بفيروس كورونا حول العالم. اجمالي الاصابات وصل ل 7,788,000 اصابه، واجمالي الوفيات وصل 428,000، واجمالي المتعافين 3,897,000. اكبر الدول من حيث الاصابه هي الولايات المتحده الامريكيه برقم 2,116,000، تليها البرازيل برقم 829,000، ثم روسيا برقم 521,000. نتمنى ان شاء الله ان او عفوا 511,000، ان شاء الله الازمه دي تعدي يا رب، وكل البلاد بقى تسلم من هذه الجائحه قريبا باذن الله.